اليوم ما زال يمارس هوايته المفضلة هي الضرب بالرصاص الحي وقناني غاز المسيل وبندقية الصيد. وهناك حالات كثيرة وإصابات كثيرة في منطقة الأرخلاني، هاي اللي جاي تشوفونها أمامكم. والشباب دائما نقولها ما شارين غير العلم العراقي، ما شارين غير العلم العراقي. إصابات كثيرة 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 جدا. مثل ما جاي تسمعون الأصوات قناني غاز المسيل، ولكن نقول لهم ستعجزون ولن نعجز.